بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيتين في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، إلى قوله تعالى أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقلنا في الحلقة السابقة إن هذه إن هاتين الآيتين يستفاد منهما أحكام عظيمة، وذكرنا بعض ذلك ونكمل الآن. فيؤخذ من الآيتين أن تحريم الطيبات على اليهود إنما هو بسبب ظلمهم وتعديهم، عقوبة لهم على ذلك. وإلا فالأصل في الطيبات الحل والإباحة والتوسعة على المسلمين، وأن الإنسان قد يحرم الرزق كما في الحديث أن الإنسان قد يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه. ويؤخذ من هذه الآيات أنهم أي اليهود لو آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لرفع الله عنهم هذا التحريم، وذلك لقوله تعالى الذين يؤمنون بالله ورسوله النبي الأمي، وذلك في لقوله سبحانه وتعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلو أن اليهود آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لوضع الله ورفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ودل هذا على أن التحريم مستمر عليهم ما داموا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التحريم باقي لأجل عقوبتهم ولم ينسخ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما أنه يؤخذ من هذه الآيات تفصيل الجرائم التي بسببها حرمت عليهم الطيبات، وذلك لأن الله نص عليها وذكرها في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا. هذه واحدة، الظلم، والظلم هو التعدي على حرمات الله والتعدي على الناس، فهذا يسبب العقوبة بتحريم الطيبات وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. كذلك الذي يتعرض للدعوة إلى الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويمنع الناس من الدخول في دين الله، إما بالتهديد والوعيد وإما بالمغريات وعمل المشروعات التي تلهي الناس وتصدهم عن سبيل الله، فهذا من الجرائم التي تستحق العقوبة بتحريم الطيبات على من فعل ذلك. والجريمة الثالثة أخذهم الربا، دل على أن أخذ الربا أنه جريمة عظيمة يسبب العقوبات المتلاحقة في الدنيا والآخرة، وأخذهم الربا قد نهوا عنه. والربا مكسب خبيث، وإن كان
وإن كان الناس الآن قد تساهلوا في أمر الربا واعتبروه من المكاسب وانضموا إلى بيوت الاقتصاد التي تتعامل بالربا وصاروا يساهمون فيها وصاروا يستثمرون أموالهم فيها غير مبالين بالربا الذي يكون من مصادر هذه المؤسسات. اليهود لا غرابة في أخذهم الربا، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، وإنما الغرابة في المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله ويؤمن باليوم الآخر، ومع هذا يجاري اليهود فيأخذ الربا ويدخله في مكاسبه، بل ويتسابق مع المتسابقين إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالوعيد شديد والعقوبة أليمة في أخذ الربا والتساهل فيه، وأن الإنسان لا يغتر بمن وقع في الربا وبنى اقتصاده عليه، بل عليه أن ينجو بنفسه وأن يطهر أمواله من هذا الكسب الخبيث، ولا يغره الاستثمار الكبير أو المغريات فيغامر بنفسه وبماله فيقع فيما وقع فيه اليهود من هذه الجريمة الشنيعة. ودل على أن أصل استباحة الربا إنما هي في اليهود ومن شاكلهم ومشى على طريقتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ويتبعها أكل أموال الناس بالباطل، والباطل المراد به خلاف الحق، خلاف الحق، ما كان خلاف الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله جل وعلا أوضح المكاسب الطيبة بالبيع والشراء مع الصدق والأمانة، بالحرف المباحة، بالزراعة، بالاستثمار الطيب. والأصل في المكاسب الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، فعلى المسلم أن يقتصر على الحلال دون الحرام، ولا يتجارى مع أساليب اليهود ومخططات اليهود فيوقع نفسه في هذا الغل الشنيع والعياذ بالله، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وكل ما ليس بكسب شرعي فإنه باطل، السرقة، الغصب، النهبة، الخيانة، الغش، الغرر، الخداع في المعاملات، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فعلى المسلم في تعامله أن يبني تعامله على الصدق والأمانة والخوف من الله سبحانه وتعالى والقناعية بالحلال عن الحرام، حتى يكون كسبه طيبا ويتجنب المكاسب الخبيثة. ومن أخطرها الرشوة التي صارت اليوم هي مصدر الارتزاق عند كثير من الناس، ولا سيما المسؤولين والموظفين في بعض الأمور، فإنهم يتساهلون في أخذ الرشوة من الناس، وهي السحت وهي الحرام،
وهي المفسدة للمجتمع، وآثارها وأخطارها عظيمة قد لا تقل عن أخطار الربا. وكذلك الميسر الذي حرمه الله وجعله قرينا للخمر، وهو المغالبات والمسابقات التي تؤخذ عليها الجوائز والجوائز الضخمة، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل بيع محرم وكل غرر، كل غرر في المعاملات فإنه يدخل في القمار. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن ينزه مكاسبه من الحرام، وأن لا يغتر بمن يغامر، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.